وقعت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي ووزير البترول المهندس طارق الملا في العاصمة الأردنية عمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات في مجال صناعة الغاز. وقالت زواتي إن مذكرة التفاهم سوف تقوم باكتشاف تجارب البلدين والتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، نظرا لوجود خبرات متقدمة لدى شركات قطاع البترول المصرية في مجالات النفط والغاز الطبيعي. من جانبه أشار الملا إلى أن مذكرة التفاهم سوف تسهم في التوسع في الشراكة الأردنية المصرية في مجال صناعة الغاز الطبيعي، وذلك بوضع الخبرات المصرية في مجال صناعة الغاز أمام الأشقاء في الأردن.